استقبلت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية حسام الشاعر، وذلك لبحث سبل التعاون لدعم الاستثمارات السياحية البيئية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، حيث أكدت وزيرة البيئة على التعاون الكامل مع القطاع السياحي واتحاد الغرف السياحية خلال المرحلة الماضية، لافتة إلى أن هناك العديد من التحديات لدعم السياحة البيئية خلال الفترة الحالية والتي تتطلب المزيد من العمل والتعاون المشترك لدعم القطاع السياحي مع حماية البيئة. وأضافت وزيرة البيئة أن إعلان المحميات الطبيعية يعطي قيمة مضافة للمنطقة التي يتم إعلانها عالميا، حيث تعمل على جذب المزيد من السياح مما يزيد من فرصة الاستثمارات السياحية البيئية ويمنح فرصا للقطاعين البيئي والسياحي لدعم العمل المشترك مع تحقيق الفوائد الاقتصادية.